دلوقتي جه ميعادنا مع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده، وكمان ايضا اهم الماتشات اللي هتتلعب في اطار الجوله الـ25 من بطوله الدوري المصري الممتاز لكره القدم، بالاضافه لمباراه افتتاح الجوله 28 من الدوري الالماني بين فريقين من اكبر الفرق الالمانيه شالكا وهيرتا برلين. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهيكون عنوان خطبة الجمعة عن كيف تستقبل ليلة القدر، وطلبت وزارة الأوقاف جميع الأئمة والخطباء بالالتزام بالنص الكامل للخطبة وإنها ما تزيدش عن 10 دقائق. النهاردة لعشاء الدوري المصري موعدهم مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة 25 من عمر المسابقة. هيلتقي الأهلي مع فاركو الساعة 9:15 بالليل. في نفس التوقيت هيلتقي كل من الاتحاد السكندري مع سموحة وأسوان مع بيراميدز. النهاردة لعشاء الدوري الألماني موعدهم مع المباراة الافتتاحية للجولة 28 من عمر المسابقة. هيلتقي فيها شالكا مع هيرتا برلين الساعة 8:30 بالليل.